امتى تشوف مشهد زي ده؟ طب امتى تشوف خبر زي ده؟ رئيسة وزراء بنجلاديش تستقيل من منصبها وتغادر إلى الهند، امتى تشوف ده؟ امتى تشوف إن الناس في بنجلاديش المحتجين الثوار دخلوا المقر بتاعها ودخلوا لبيتها وولعوا فيه؟ مش بقول لك انزل ولع، لا، أنا بقول لك انزل رجع بلدك وحافظ عليها. محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء في بنجلاديش، يا ترى ليه؟ عشان كانت ست كويسة؟ كانت ست عادلة؟ هي عملت لهم اقتصاد بس ما كانش فيه كرامة، ما كانش فيه أي حاجة تانية في مصلحة المواطن. بيكتب زميلنا الأستاذ سليم عزوز تعليق على هروب السيدة حسينة واجد، بيقول: حكمت بالحديد والنار ولم تكترث بمقاطعة المعارضة للانتخابات، وواجهت المتظاهرين بالرصاص الحي، لكن بمواصلة الثورة التي وصلت لعتبة قصرها استقالت وغادرت غير مأسوف عليها. من كان يظن أن رئيسة وزراء بنجلاديش يمكن أن تغادر؟ كانش حد، زي الناس اللي دلوقتي بتقولك السيسي، السيسي قاعد، مش قاعد، مش هيمشي، هيمشي. والشعب ده خلاص ما فيش حاجة، خلاص الشعب ده جاي، والسيسي مش هيقعد. السيسي يا جماعة عار في تاريخ الدولة المصرية. لما تمسك كتاب كده كبير اسمه مصر هتلاقي فيه صفحات العار، أقذر صفحة عار مكتوبة باسم السيسي واللي معاه. ليه؟ عشان أنا بكرهه؟ بيني وبينه عداء شخصي؟ لا، بيني وبينه الشعب والبلد، الشعب اللي نزل والبلد اللي اتباعت وهبتها راحت. عندك حاجة غير كده؟ قولي. الجيش طبعا بيقول لهم: امنحونا بعض الوقت وسنجد حلا وادعو الطلاب للهدوء والعودة الى منازلهم. ده قائد الجيش في بنجلاديش، عارف اسمه امان الله ولا اسمه؟ طب يا جماعة احنا هنا بنوجه رسالة لأهل بنجلاديش، وكتير منهم بيعرفوا عربي، ما ترجعوش بيوتكم، وما تثقوش في حد، وما تثقوش في الجيش، وما تثقوش في القيادات العسكرية، وما تثقوش في الناس اللي ادت فرصة الحسينة انها تركب الطيارة وتطلع على الهند. ثقوا بعد ربنا في نفسكم، وافضلوا في الشوارع لحد ما تحرروا بلدكم من كل المجرمين والخونة والنظام الفاسد، لان الجيش وقياداته هي اللي سمحت لها تمشي، مع ان الطبيعي انها كانت تقعد وتتحاكم على الاقل على الـ300 اللي قتلتهم في الفترة الأخيرة من تظاهرات الطلبة اللي نزلوا للشوارع.